نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أبرز العناوين. وزير الداخلية يشدد من بن قردان على ضرورة محاسبة كل من أخطأ ويدعو إلى الالتفاف حول رئيس الدولة. منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء إيقاف معارضين للرئيس قيس سعيد. أهلا بكم في تفاصيل. كشف نائب رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم محمد المنجي باشا أمس أن نحو 12 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي في تونس ويقومون بالتصفية الدورية للدم. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للكلى الموافق لثاني خميس من شهر مارس من كل عام أن العدد الجملي لعمليات الزرع المنجزة لم يتجاوز 2200 عملية خلال الأربعين سنة الأخيرة، وهو رقم لا يستجيب لحجم المطالب في قائمة الانتظار التي تتضمن أكثر من 1600 مريض إلى موفى سنة 2022. وأوضح أنه من المفروض القيام بعملية الزرع لمريض من أصل 3 مرضى بالفشل الكلوي، داعيا عموم المواطنين إلى التبرع وإنقاذ الأرواح، وذلك من خلال التبرع من شخص حي أو من شخص مات دماغيا. وقال إن الجمعية ستنظم يوم غد الخميس تظاهرة تحسيسية حول أمراض الكلى بعدد من دور رعاية المسنين والمؤسسات التربوية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يرمي إلى استهداف الفئة التي لديها عوامل اختطار للإصابة بأمراض الكلى ومن ثم الفشل الكلوي، إلى جانب التوعية بإمكانية الإصابات المفاجئة وطرق العلاج والوقاية. وعدد الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي، من ذلك مرض داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الخلقية كتكيس الكلى والاستعمال المفرط للمضادات الحيوية وغيرها، داعيا إلى اتباع نظام غذائي سليم وشرب كميات هامة من الماء والامتناع عن التدخين وعلاج أمراض السكري وضغط الدم وعلاج الالتهابات وإزالة الحصى في الكلى. في موضوع آخر، أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من أذنب في حق الوطن، قائلا لابد لكل من أخطأ أن يحاسب، فمن أجل الحقوق والحريات لابد أن تكون هناك مساءلة. وأشار شرف الدين في تصريح إعلامي على هامش زيارته إلى مدينة بن قردان أمس بمناسبة إحياء ذكرى 7 لملحمة بن قردان إلى أن هذه الملحمة وجهت رسالة مفادها بأن تونس أمانة وأن الجميع جاهزون للذود عنها في اللحظة الحاسمة وأنها لن تكون أبدا حاضنة للإرهاب. وأكد وجوب الوقوف عند الواقعة وتبيان أسبابها ومن كان وراءها، وذلك بالكشف عن من كان وراء دخول الإرهاب إلى تونس ومن قام بالتغطية على الإرهابيين ومن قام بحمايتهم قانونيا أو قضائيا ومن تستر عليهم ومن أسدل لهم ستارا إعلاميا وفق تعبيره. وقال الوزير إن مجمل هذه الأسئلة تحتوي أجوبتها بشكل واضح، وأن الشعب التونسي أصبح ناضجا ويدرك كل شيء، مشيرا في الآن نفسه إلى وجود أشخاص لا يعرفون معنى الأمانة والوطنية وتتاجر بكل القيم وفق وصفه. وقال إن من تجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الأعلام ورسالة العمل النقابي كانوا أبعد ما يكون عن القاضي الحق والنقاب الحق والأعلام الحق، وهو ما سيجر للمحاسبة وفق تقديره. وتابع شرف الدين قائلا يعرفون صدق عديد المسؤولين ويعرفون صدق رئيس الجمهورية، لكنهم لا يريدون إنسانا صادقا وطنيا. ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة الالتفاف حول رئيس الدولة قيس سعيد قائلا التفوا حول الرئيس، إنها حرب ضروس ولا بد من الوقوف مع الرئيس من أجل تونس ومن أجل غد أفضل وفق تعبيره. أشرف أمس وزير الاقتصاد والتخطيط على الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025
بولايات الوسط الشرقي سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس. وفي تعليقه على ما تم ترويجه بخصوص قرار البنك الدولي إيقاف العمل مع تونس، وقال للوزير الاقتصاد إن البنك كذب هذا الخبر الزائف، مشيرا إلى أنه فقط تم تأجيل دراسة اتفاق شراكة بين تونس والبنك إلى أن تمر هذه السحابة وفق قوله. وقال الوزير أن تونس تريد أن يكون الحوار دون تأثيرات بعيدا عن الحملة الإعلامية التي تستهدف بلادنا في المدة الأخيرة، مجددا شكره للبنك الدولي على دعمه المتواصل، وشدد على أن تونس بلد منفتح وتجرم العنصرية وكانت سباقة في إلغاء العبودية منذ القرن التاسع عشر. أعربت منظمة العفو الدولية فرع تونس عن قلقها البالغ بسبب الموجة الأخيرة من الاعتقالات، في إشارة إلى الإيقافات التي قالت أمنستي إنها طالت معارضين للرئيس قيس سعيد. وأضافت المنظمة في بيان لها أمس، قالت: نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصة المرسوم عدد 54 الذي يمثل تهديدا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي المجلة الجزائية. وطالبت أمنستي السلطات التونسية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية. في أخبارنا الدولية، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرون أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي داهم مخطط جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال في بيان له أن جنوده طوقوا منزلا تحصن فيه متهم بقتل الإسرائيليين، واستخدموا صواريخ تطلق من على الأكتاف باتجاه المبنى. وقد نعت حركات فلسطينية الشهداء، فيما أشادت قيادات الاحتلال الإسرائيلي بهذه العملية. نهاية نشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الداخلية يشدد من بن غردان على ضرورة محاسبة كل من أخطأ ويدعو إلى الالتفاف حول رئيس الدولة. منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء إيقاف معارضين للرئيس قيس سعيد. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم، لكم أجمل تحيات سام حمدي، في أمان الله.